في افتتاح مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 بمصر في نوفمبر 2022، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصريحاً مرعباً، حيث قال إن البشرية أمام خيار التعاون أو الهلاك، فإما يكون عهداً على التضامن المناخي أو عهداً على الانتحار الجماعي. نحن نسلك الطريق السريع نحو جهنم المناخ، ومع ذلك نواصل الضغط على دواسة السرعة. ماذا يقصد غوتيريش بهذا التصريح؟ وعن أي جهنم وأي انتحار وهلاك يتحدث؟ تابعونا خلال الدقائق القادمة لمعرفة أسرار ذلك التصريح المرعب. عزيزي المشاهد، لا تبخل علينا بإعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة، وكن دائماً مع المهندس الإخباري الذي يقدم لك قيمة بصوت هندسي. القبة الحرارية. لعلك سمعت خلال أيام هذا الصيف الحارق الذي تمر به بلداننا العربية عن مصطلح القبة الحرارية، فما المقصود بها؟ إن تفسير هذا المصطلح يشير إلى ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي تشهدها الدول العربية حالياً، حيث يوضح العلماء أن طبقات الجو العليا التي تعرف بالستراتوسفير وفيها تكون درجات الحرارة متدنية جدا، بينما يكون عكس ذلك في طبقات الجو الدنيا المعروفة بالتروبوسفير، حيث تكون درجات الحرارة عالية، ويؤدي الفرق الحراري بين الطبقتين لتشكل منطقة ضغط جوي عال، فيصعد الهواء الساخن من الأسفل إلى الأعلى ويصطدم بمنطقة الضغط الجوي العالي ويبقى فيها، ولأن الشمس تزيد من سخونته تدفعه منطقة الضغط الجوي العالي للأسف مجددا، وعند ذلك يصبح مضغوطا أكثر ويصغر حجمه ويصبح أكثر سخونة، وبذلك تتشكل القبة الحرارية التي تكون أشبه بغطاء قدر الضغط، وقد تتسبب هذه الظاهرة في قتل البشر وحرق الغابات وتدمير المحاصيل. نحن ببساطة نتحدث عن لعنة تهدد بحرق الكوكب عن بكرة أبيه، والخبر الأسوأ على الإطلاق أن هذا الطقس المتطرف أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد. كيف؟ دعونا نبحث عن إجابات فيما يلي من دقائق. الكوكب يحترق. دعني أخبرك عزيزي المشاهد أنه حسب تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ المعروفة اختصاراً IPCC التابعة للأمم المتحدة، فقد يشكل تغير المناخ بوتيرته الحالية تهديداً خطيراً لسلامة الأرض بما يسببه من اضطرابات قاتلة حرفياً في الطبيعة، وهذا التأثير المدمر سيؤثر على حياة مليارات البشر، لا سيما مع تزايد وتيرة الأحداث المناخية المتطرفة وغير المسبوقة بفعل زيادة الاحترار العالمية، وهذا الاحترار جعل كوكبنا يغلي كقدر الطهي تماما، وبالتالي فالتأثير الذي تحدثنا عنه بدأت تظهر مؤشراته بالفعل، ففي مختلف القارات هناك أنهار وبحيرات تجف وأخرى تختفي، وحرائق هائلة غير مسبوقة، وجفاف تام في أماكن أخرى، وحرارة غير مسبوقة في مناطق تعد باردة كدول غرب أوروبا مثلا، بالإضافة للخطر الأكبر وهو ارتفاع منسوب المياه في المحيطات. فقد أكد المركز الأمريكي للمعلومات في دراسة له أن 20% من ثلوج المحيط المتجمد الشمالي قد اختفت خلال عامين فقط، ويتوقع العلماء أن يخلو كامل القطب الشمالي من الثلوج خلال نحو 25 سنة من الآن فقط، وهذا يعني أن تحول المحيط المتجمد الشمالي إلى ماء سائل متصل ببقية المحيطات سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى البحار وإمكانية اختفاء مدن ساحلية بأكملها. ولكن هل تظن أن هذه هي نهاية احترار الكوكب؟ يؤسفني أن أخبرك أن القادم أتعس. البلاستيك القاتل. هل تعلم أن درجة حرارة الأرض شهدت منذ عام 1970 حتى الآن ارتفاعاً أسرع من أي 50 عاماً أخرى طوال 6500 عام مضت؟ هل تعرف ما مدى رعب هذه المعلومة؟ أي أن ربما كوكبنا بالكامل يحترق خلال 100 عام من الآن إن ظلت وتيرة الاحترار ترتفع بهذا الجنون دون رادع. ولعل أبرز الجرائم التي ارتكبها الإنسان خلال 100 سنة الأخيرة هي جريمة تصنيع البلاستيك. نعم يا عزيزي، البلاستيك
سبب رئيسي في احترار الكوكب، وسيكون هو السبب المباشر في احتراق الأرض لا محالة. فمنذ أن بدأت صناعة البلاستيك عام 1907، انتشر تدريجياً وأصبح من أخطر أسباب التلوث في تاريخ الكوكب. وينتج العالم اليوم نحو 367 مليون طن من البلاستيك السنوية، فيما تتم إعادة تدوير 10% منها فقط. ومن المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 1,100,000,000 طن بحلول عام 2050، ويستهلك العالم نحو 5,000 مليار كيس بلاستيكي سنوية وفق تقديرات موقع ستاتيستا. فهل تعلم أن تصنيع البلاستيك في الولايات المتحدة فقط ينتج ما لا يقل عن 232 مليون طن متري من غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن بنينغتون كولج ومنظمة بايند بلاستيكس. ومن المتوقع أن يزيد معدل الغازات الناتجة عن تصنيع البلاستيك في الولايات المتحدة ل 55 مليون طن أخرى بحلول عام 2025. لذلك انتبه، إننا نتحدث عن الولايات المتحدة فقط، ولم نذكر أي إحصاءات لانبعاثات تصنيع البلاستيك في بقية أنحاء العالم، لأننا إن نشرنا معدلات التلوث التي تساهم فيها صناعة البلاستيك في الصين مثلا، فأنت غالبا لن تنام ليلتك بهدوء بعد مشاهدة هذا التقرير، لأن الأرقام مرعبة، ونحن بالفعل في طريقنا لتحويل الكوكب إلى جحيم حرفية. فالتلوث الناجم عن الانبعاثات سواء جراء تصنيع البلاستيك أو الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري يؤدي إلى أكثر من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوية، من بينها 400,000 وفاة مبكرة سنوية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تضم دولا عربية، وهي مصر وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يسبب تغير المناخ في الفترة من عام 2030 إلى عام 2050 نحو 250 ألف حالة وفاة كل عام على الأقل. قبة الموت العربية. كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن القبة الحرارية تهدد 7 دول عربية، ومن المتوقع أن تصل الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، وبالتالي ستشهد هذه الدول في الأيام المقبلة موجة حر غير مسبوقة، ونحن الآن بالفعل نعيش بوادرها. وستتركز الكتلة الحارة للقبة فوق الدول سيئة الحظ الآتية: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بدءا من منتصف يوليو 2023. ومن المتوقع أن تصبح الأجواء شديدة الحرارة في الأراضي العراقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية أو ربما أكثر في العاصمة بغداد. وللأسف ارتفاع الحرارة الجنوني هذا سيؤدي إلى جفاف نسبة أكبر من أنهار العراق، وذلك حسب آخر البحوث العلمية المنشورة. عزيزي المشاهد، ما هو الحل من وجهة نظرك للتغلب على تلك القبة اللعينة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. كنتم مع المهندس الإخباري.